الو الزراعيه مباشر. حد يسمع علينا؟ انا عندي مشكله مش لاقيين تعاون. عايز ما حدش يعرف. الزراعيه مباشر مع سامح عبد الهادي. كل عام وحضراتكم طيبين. رغم مرور 66 سنة إلا أن ثورة 23 يوليو بتمر ذكراها اليوم وبتفضل أحداثها في قلوب المصريين، حدث ضخم في حياة المصريين والشعوب المحبة للحرية، وهي واحدة من الثورات في التاريخ الحديث لأن هي نقطة تحول جوهرية في تاريخ مصر، عبرت عن إرادة شعب وانتصار أمة، لأن كان ليها إنجازات وأثار إيجابية غيرت وجه الحياة في مصر. هي ألهمت عدد كبير وأطلقت عدد كبير من الثورات وحركات التحرر الإقليمية على امتداد العالم الثالث في آسيا وفي أمريكا اللاتينية. ثورة غيرت الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية تغييرا جذريا، كانت لصالح الأغلبية العددية من المصريين، وعادت الروح لملح الأرض. الناس المهمشين هم مهمشين لكنهم بيعشقوا تراب وطنهم، هم دول ملايين المصريين اللي وقفوا جنب الثورة وسندوها. هي ثورة العصر الذهبي للطبقة العاملة المطحونة اللي عانت من الظلم والحرمان من العدالة الاجتماعية. ثورة 23 يوليو قامت على مبادئ ستة مثلت عماد سياستها: القضاء على الإقطاع، والقضاء على الاستعمار، القضاء على سيطرة رأس المال، وبناء حياة ديمقراطية سليمة، بناء جيش وطني، وإقامة عدالة اجتماعية. كشفت الثورة أيضا عن توجهها الاجتماعي وحسها الشعبي مبكرا، لأن هي أصدرت قانون الملكية يوم 9 سبتمبر 1952، فقضت على الإقطاع وأنزلت الملكيات الزراعية من عرشها. حررت الفلاح أيضا بإصدار قانون الإصلاح الزراعي، وأممت التجارة والصناعة التي استأثر بها الأجانب. في نفس الوقت هي ألغت الطبقات بين الشعب المصري، وأصبح الفقراء قضاة وأساتذة جامعة وسفراء ووزراء وأطباء ومحامين. اتغيرت البنية الاجتماعية للمجتمع المصري، وقضت على معاملة العمال كسلع بتباع وتشترى وبيخضع ثمنها للمضاربة في سوق العمل. قضت على السيطرة على الرأس مالية في مجالات الانتاج الزراعي والصناعي. دروس كثيرة جدا تؤكد ان الشعب المصري قصة كفاحه هي قصة طويلة ابتدت من سنين ومرت بأحداث كثيرة. في فترات كلنا كنا بنتمنى ان احنا نتطلع الى التغيير الى الاحسن، نتطلع الى بناء دولة قوية، كنا بنتكلم دايما على الخروج من الوادي الضيق زي ما كنا النهاردة في هذه المرحلة بنتابع المشاريع لخروجنا من الوادي الضيق. الأمل موجود، ومصر فعلا قادرة ان هي تبني مجدها وتاريخها بنفسها. اللي عاوزين نستفيده النهاردة ان احنا لو رجعنا بالسنين ل 66 عام مضوا وخدنا الدروس دي وابتدينا نشتغل بيها في هذا التوقيت ونواجه التحديات اللي احنا كلنا كمصريين النهاردة بنعيشها، وبنتكلم ان احنا بنمر بمنعطف ضيق جدا بسبب التغيرات الاقتصادية وبسبب الوضع السياسي الإقليمي وتغير الخريطة العربية في هذا التوقيت والأهداف العالمية في المنطقة العربية، نجد أن مصر وقفت أمام تحدي كبير جدا، أمام تحدي عظيم سياسي اقتصادي في نفس الوقت اجتماعي بسبب الانفتاح السياسي اللي احنا شفناه في مصر، والآراء اللي كانت دائما بتداعب عواطف المصريين أو بتشتغل على المعتقدات الدينية. دي كلها أزمات مرنا بيها، عاوزين ناخد عبرة علشان نحافظ على بلدنا، وعلشان نشوف احنا واحنا النهاردة بنحتفل بالثورة يوليو احنا قدمنا ايه لمصر.
احنا في التوقيت اللي بنتكلم فيه ده النهاردة محتاجين لسه عمل جاد ودؤوب ومخلص من اجل الحفاظ على وطننا. والبطل الحقيقي اللي وقف وسند بلده على مر السنوات كلها هو الفلاح، مش مجرد كلمة، هي اقتصاد وسياسة. النهاردة اي محصول انت بتستورده من الخارج هو بيدخل وبيلعب دور اساسي في سياسة وتعامل الدول معاك، وبالتالي انتاجك لاي محصول وزيادة الانتاج منه هو دعم لقدرتك السياسية ولكلمتك امام العالم. الفلاح بيلعب دور اقتصادي لانه هو بيؤمن لك غذائك، بيساهم في تقليل فاتورة الاستيراد من الخارج اللي احنا عندنا امل ان احنا نقللها اكتر في الفترة القادمة وان احنا نزيد من صادراتنا. كل ده بيقوم بيه الفلاح. في نفس الوقت هو بيلعب دور اجتماعي كبير جدا، لان الرجل ده هو اللي بيقوم بتربية وتنشئة علماء وقضاء واطباء في كل المجالات المختلفة. الفلاح المصري اللي بيزرع التقاليد والقيم في ابنائه علشان نحافظ على بلدنا وعلى تراثنا. برحب بحضراتكم في حلقة جديدة من الزراعية مباشرة.